الكرام، انطلاقاتنا تستمر في أمسية هذه الليلة في هذا الميدان، ميدان المرموم، ضمن انطلاقات مهرجان سمو ولي عهد دبي في يومه الثاني في انطلاقات الحقائق. أتقدم مع المراكز الأولى، أتقدم مع شوطنا الرابع عشر، نيشان على المركز الأول، مهير يتقدم في هذه اللحظات، بن محمد بن مهير المنصوري يتقدم على المركز الأول، المركز الثاني القادم، المركز الثاني سراب لمحمد بن عبد الله بن صبح راعي الطير العامري، المركز الثالث القادم خوف لعبيد بن سالم بن جرش الاغفر، المركز الرابع من الجانب الاخر القادم في هذه اللحظات والمتسلل مع هذه الانطلاقات والتحديات، محطم سالم بالعبد الوهيبي، المركز الرابع، المركز الرابع الرابع القادم والمتسلل في هذه اللحظات، عجيب لعتيد بن مطر بن حسن القبيشي، المركز الخامس يتواجد على خامس المراكز شرط لاحمد بن سيل بصغير العمري القادم في هذه اللحظات، من الجانب الاخر ياتي بدران سعيد بن محمد بن مروشد المتعب قادم في هذه اللحظات، ابو عبد الله يقدم جديده في مهرجان سمو ولي عهد دبي، تابع المركز السابع القادم، القادم نشوان راشد بن سعيد بن خلفان المقيني القادم في هذه اللحظات، من القادم على المركز الثامن مبلش منصور بن محمد بن عنوده العامري، قادم بن عنوده يتقدم في هذه اللحظات، وتابع الاسماء وتابع الشعارات، شعار علي بن سعيد الزرعي قادم في هذه المعركة والمعمعة، كذلك القدوم، القدوم من الدكتور أحمد بن مطر بن مايد الخيلي رجل الخطوط النهائية قادم، ويقدم الدكتور على المركز العاشر، هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء لهذه الشعارات، شوطنا ما قبل خاتمة أشواط هذه الأمسية للجعدان، عودة إلى المنصوري إلى نيشان، نيشان نيشان على المركز الأول، نيشان مهير بن محمد المنصوري على المركز الأول، يقدم نيشان بن دري المنصوري ينطلق على المركز الأول، المركز الثاني شعار عبد الله بن سعيد بن مروشن القادم مع بدران، مع بدران القادم، هل ند الشبه يطالبونك بناموس هذا الشوط يا راعي بدران، المركز الثالث القادم في هذه اللحظات شرطه، شرطه لاحمد بن سهيل بصغير العمري القادم مع شرطه ومبلش القادم، وين الموقع بنقول الكيل الاخير وصل لافي لفلافي احمد بن مخيت بن كراز، بن كراز السبوسي قادم مبشر 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 القادم احمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي قادم في هذه اللحظات مع مبشر، وصل في هذه اللحظات شعار بن عمان المهيري القادم مع انطلاقة عشاق سالم بن سعيد بن عمان المهيري وشاهين عبد الله بن حمد بن علي الدرعي، اعود الى الصدارة الى اهل ند الشبه، ما بين بن مروشد ما بين بن سبعين، بن سبعين غير على المركز الاول، روح بسرعه السبعين على المركز الاول، هل المسعودي، هل المسعودي على الصداره، وهل ند الشبه قادمين، والدرعي قادم راعي شاهين عبد الله بن حمد، الدرعي القادم على المركز الثاني، لكن بن سبعين، بن سبعين اللحظات الاخيره، مبشر مبشر وشاهين، مبشر وشاهين، بن سبعين
يعلم يتهانينا والناموس لمالك مبشر احمد بن عبد الله بن محمد بن سبعين المحرمي. المركز الثاني شاهين لعبد الله بن حمد بن علي الدرعي. المركز الثالث فدران لعبد الله. المركز الثالث بدران لعبد الله بن سعيد بن محمد بن مروشد. المركز الرابع الشاك لسالم بن سعيد بن عمال مهيري. المركز الخامس لافي لاحمد بن مخيت بن كراز السبوسي. هكذا هي النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام. سلام يا المسعودي سلام، وسلام الى بن سبعين راعي مبشر. 5:54 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مبشر اللي بشرهم بناموس هذا الشوط، أحمد بن عبد الله بن محمد بن سبعين المحرم. المركز الثاني 5:54 تسع أجزاء من الثانية. شاهين لعبد الله بن حمد بن علي الدرع احتل المركز الثاني. المركز الثالث بدران لعبد الله بن سعيد بن محمد بن مروشد. 5:55 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.